السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي متابعي ومتابعات قناة عالم صابنيز، مرحبا بكم مرة أخرى. كداري لاباس عليكم؟ كداري مع هاد البرد؟ تبارك الله وصلت عندي، كاين البرد ولكن الحمد لله هادي هي الوقيتة ديالو الحمد لله. اليوم جيتكم بواحد الفيديو يعني ديال السردين مشوي، وشكون فيكم اللي كيعجبوش السردين مشوي بحالي ولكن يكون مشوي على الفاخر؟ بحكم يعني الناس اللي ساكنه في السكن الاقتصادي بحالي ما كتلقاش فين تشعل الفاخر نهائيا. اذا كاينه واحد الطريقه يعني تابعوني ان شاء الله، واحد لاستوس كنديرها في جميع المشويات اللي يعني اللي كتشوى على الفخر كنبغيهم ديك النكهه ديال الفخر داك الفيمي. المهم تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. دابا هذا السردين مشوي في الفخر، ماشي في الفخر في الفران، ولكن بالنكهه ديال انه مشوي على الفخر كيجي ارطب وما كيجيش مالح، لانك واخا كندردرو عليه الملحه وبداك النكهه ديال الفخر مع ديال الزعتر، يا سلام كيجي اكثر من رائع. بكل صراحه كيجي لذيذ بنين، اللي ذاقو عندي كيقول لي لا هذا مشوي الفخر هو، راه ما مشويش على الفخر. يعني تبعوا معايا الطريقه اللي كنديرها انا شخصيا، كيجي في الحقيقه تيجي زوين بزاف بزاف صدقوني. اذا تبعوا معايا الطريقه والمقادير بلاستوس اللي كندير فيها، تبعوا معايا من الاول حتى الاخر ان شاء الله ومرحبا بكم. اذا دابا غادي ندوزو الطريقه المقادير والطريقه ديال الشي ديال هاد او الطياب ديال هاد السردين في الفران اللي كنشويوه بحال انه مشوي على الفخر. اذا هنا السردين، هنا هذا السردين راه جديد، انا قبضته ومسحته، ممكن ناخد كوبي اشوفو، ممكن ناخد كل سردينه يعني كنمسحها مزيان، كنمسحها راه جديد على قضية اليدين داك الهزان ولا اخره الصندوق ولا اخره، يعني كنمسحو مزيان بابي ابسوربو، كي توسخ تنعاود نهز لاخر ونمسحو مزيان، كنمسحو حتى ما بقى فيه والو، يعني راه مسحتو مزيان مسحتو. هنا السردين، انا عندي هنا السردين جديد، عندي الملحة الحية الملحة الغليظة، هادي راه غليظة تما الملحة راه غليظة، ناخدها انايا من عند حتى انا واحد الطاحونه كناخدها من عندو، يعني هادي كنغسل بها الدجاج، كندير بها داك الدجاج المشوي في الفران يعني بهاد الملحة هادي، لأن هاد الملحة الدور ديالها أن إلا درتيها ولا كترتيها ما كت يعني مثلا درنا الدجاج فرشنا الدجاج ودرنا ثاني فوق منو الملحة، ما ك داك الدجاج ما كيشربش الملحة بالمقارنة مع الملحة ديال الباكية ولا كناخدو من الحانوت ولي منيلة، يعني هادي لا راه زوينة حتى في الدجاج، يعني اللي باغي يغسل الدجاج أنا كنغسل بهاد الملحة هادي. وأنا كنزيد الزعتر، كيعجبني النسمة ديال الزعتر، إلا ما درت الزعتر ما عنديش ورقة سيدنا موسى مطحونة، يعني كندير حتى ورقة سيدنا مطحونة أولا ورقة الرند في بلاصة الزعتر، إما الزعتر إما ورقة الرند مطحون، ولا نكتفيو غير بالملحة ماشي مشكل. عندي الفخر هنايا، هذا هو السر اللي تم البعد، وغادي نوري لكم الطريقة اللي كندير هاد الفخر هادي باش كيعطينا ديك النسمة أو ديك الريحة ديال الفيمي. يعني هو ملي كيدوقو عندي شي حد كيقول لي واش فوق الفخر، وعرفتي حنا بالدور ديال هاد البارتمات الصغار وهذا ما عندناش فين نديرو الفخر، يعني هادي الطريقة كتجي زوينة بزاف. إذا ندوزو الطريقة إن شاء الله، ناخدو الملحة ناخذ الزعتر، بغيتي ديرو ديرو لي مبغاش بلاش، انا مره كندير الزعتر مره كندير ورق الرمد مطحون، هاد الطريقه راه كنديرها حتى في الدجاج لا بغيت نشويه في الفران، حتى كنسدفو السرتين ديالنا بحال الطريقه هادي.
كنخالفو وحدة عاتي على راسنا وحدة عاتي على راس اللي تحت، وبحال الشكل اللي كيديرو صحاب الشوايع. يعني انا من الناس من عشاق السردين، وبصراحة اللي كيعجبني السردين بزاف. السردين يكون جديد، وحدة كتقول لك انا بغيت السردين مشوي الفاخر، ولكن ما عنديش فين نشري الفاخر، يعني تبعها بالطريقة هادي راه غتجيك مزيانة. كناخد تاني الملحة، كنعاود تاني فوق من السردين، أو قياس ماشي بزاف، كنعاود ناخد من فوق وكنديرو عليه الماء فوق، لكن ها هو من بعد نشات الفرارة سخون، فرارة سخون. هنا غير واحد الحاجة، أن هاد الطاوة هادي اللي درنا الفوق منها خص تكون صغيرة على هاد الطاوة دايرين فيها السردين، فممكن ديرو في الطاوة في الفران ديال الكاز ماشي مشكل، غير هاديك الأنية اللي غادي ديروها من الفوق خصها تكون صغيرة، على المهم خصها تكون الوسط بحال هكا بحال هاد الشكل، مخصهاش تكون هادي خارجة بحال هكا ولا هي محطوط عليها، لا يعني بحينا بغينا حنا ديك الطريقة ديال ديك فاش كدير الشوايه كتسد عليه الشوايه راه كيتزير في الشوايه بحال هكا، يعني بحال هكا إلا بنت الطاوة هكا هاد الطاوة هنا كيكون خارج، لا مكيفش يكون هدا خارج، أنا بغيت يكون داخل هكا مضغوط عليه، بغيتو يكون مضغوط عليه. المهم منها كيتضغط ومنها الريحة كيحبس الريحة أن مكتخرجش، لأن راكم عارفين السردين الريحه ديالتو التخاخ اللي كيطلق. المهم هذه الطريقه ديالي، من بعد ما غادي يطيب غادي ندخلو الفران، من بعد ما غادي يطيب عاد غادي نوري لكم طريقه ديال الفخر كيفاش كندير ليها. اذا تابعونا، راه الفران راه سخون كنشعل الفوق والتحت، منين يطيب ان شاء الله غادي ندوز للمرحله الثانيه ديال الفخر ان شاء الله. اذا ها انتم كتشوفوا بعد ما تشوي لي السردين حيدت ليه البابي دو كويسون اللي كنت درت من الفوق مع الطاوة، ودرت هذا الفخر تشعل مزيان حتى ولا جمر، صافي درتو في هذا الغطير هذا. انتم كما كتشوفوا السردين ما تخليوش يطيب بزاف حتى تيشربوا الفران، لا راه غير شويه السدره دغيا كيطيب. صافي غادي نرجع الطاوة ديالي الفران مع هاد الجمر هذا اللي درتو في الغطير، صافي غادي ناخد الزيت نتوما كما كتشوفوا غادي نصب عليه الزيت، صبو فوق الجمر نتوما كما كتشوفوا، صافي ونسد الفران. انا طفيت الفران، يعني غادي نطفيه نشوف انا طفيتو، صافي نتوما كما كتشوفوا غادي نخليه حتى كيطلق داك الدخان مزيان. هنا نشعل البوله نتوما كما كتشوفوا، يعني ما نقول لكمش واحد المذاق كيعطيه، يعني داك الفيمي كيعطي واحد النكهه للسردين، يا سلام والله تتحلفوا عليه واش انه مشوي على الفاخر. هو راه غير في الفران، يعني بحال الناس اللي ما كيلقاوش يشيو شي حاجه فوق الفخر، لان راه الفخر عنده اللذه ديالته بوحديتها، يعني اللذه ديالته راه ما كتعوضو حتى شي حاجه في الحقيقه. يعني تطيب على الفخر كيف ما بغى يكون، يا شي يا طاجين يا اللي كان، ايوا غادي نخليوه حتى يتشبع مزيان داك الدخان واحد 10 دقائق صافي ونخرجوه ونقدموه لكم ان شاء الله. تابعوني، اذا غادي نخليوه كما كتشوفوا على الضوء، باش على الدور الفرار مطفي، طفي الفرار وكيخليتو باش يطلق داك الدخان ديالو
باش كيعطينا ديك النكهه ديال الشوا في هذا في السردين، يعني بحال انه راه مشوي على الفخر. راه غير بالفران درنا ليه هاد لاستوس هادي، انا كنتشهى شي حاجه اللي مشويه في الفخر، ولكن مع هاد لي زابارتمونسور مع السكن الاقتصادي ما عندناش فين نشعلوا الفخر، لان هذا هو الحل الامثل. المهم بعد واحد 10 دقائق نخليه ولا 5 دقائق، يعني ماشي مشكل في الوقت، ماشي مشكل. ومن بعد نوري لكم النهاية، النتيجة النهائية من بعد إن شاء الله، تابعونا. إذا النتيجة النهائية ها هو، خاصنا كيجي، يا سلام راه باقي سخون، كيجي واحد اللوكو ديالو، زاد واحد الريحة ديالتو، يا سلام تطلع. يعني السردين تحلف عليه واش أنه مشوي فوق الفخر. نتمنى ان تجربوها، راه ما تندموش عليها، يعني كاين اللي كيدير الطريقه كيخشي في الفران فقط، ولكن تيجي عادي المذاق ديالو، كيجي عادي، ولكن بحال الطريقه ديال اننا كندير داك الفخر، راه شنو نقول لكم، نعاود لكم شي عليه. نتمنى هاد الطبق، نتمنى هاد الطريقه اللي درت لكم، نتمنى الاعجاب ديالكم وتجربوها. واللي عجبو هاد الفيديو مينساناش من لايك، مينساناش من بارطاج، واللي مازال ما مأبوني عندنا يتأبوني ان شاء الله، مرحبا بي. وهادشي اللي كاين، وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. بارك الله عليكم ومع السلامه.